تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وزارة الداخلية تفرج عن 986 من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك. خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والفرنسي، بوتين يدعو الغرب إلى وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة. ورئيس الوزراء البريطاني يقول إن حكومته لا يمكنها مساعدة الجميع بسبب التضخم. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 986 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وشمل الإفراج عن من تنطبق عليهم شروط العفو في إطار تطبيق وزارة الداخلية السياسة العقابية الحديثة. صار الإفراج بالعفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أهم ما يميز الاحتفال بالأعياد والمناسبات، والتوسع فيه واحدة من أسس السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية. من هذا المنطلق أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 986 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 155 لعام 2022 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. شعور الحمد لله بالعفو فضل من ربنا سبحانه وتعالى ثم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان شعور جميل جداً لا يوصف، وطبعاً يعني فرصة جميلة جداً أن أنا أخرج تاني للمجتمع وأبدأ حياة جديدة مع أسرتي ومع أهلي. مركز إصلاح وتأهيل الجديد في أوضة النطرون بيعلمنا صنعة نطلع نستفادوا بيها بره، لو حد داخل معهوش صنعة ولا بيشتغل بيتعلم صنعة ويطلع بيشتغل بيها ويبدأ حياته بيها. لجان عقدها قطاع الحماية المجتمعية لتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو من بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، انتهت أعمالها إلى الإفراج عن هذا العدد الذين يستقبلون حياة جديدة عقب الإفراج عنهم. مبسوط طبعا وفرحان، وبشكر سيادة الرئيس اللي هو حط أسامينا في العفو. تعلمت صنعة خياطة وأطلع أفتح ورشة بره وأشتغل وأتجوز وأبني حياة جديدة بره. تم تأهيل هؤلاء النزلاء وفقا لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية عند تطبيق العقوبة، في وقت يتم فيه توفير رعاية معيشية وثقافية وصحية ملائمة لهم، وهو ما سوف يسهل لهم سرعة الاندماج في المجتمع بعد خروجهم من هنا. بصراحة مراكز الإصلاح والتأهيل تحس إن هي نقلة تانية، السجين غلط بيتعاقب بس في نفس الوقت له حقوق، أنت ليك تعبان بتاخد حقوقك الطبية، أنت راجل مثقف تنزل مكتبه بتقرا عايز تزود من علمك بتقرا، انت راجل مش حاصل على شهاده عايز تاخد على عايز تحصل على شهاده تحصل على شهاده من داخل مركز التاهيل، انت راجل محو اميه بتاخد محو اميه. لقيت هنا منتهى الاحترام، منتهى الرقي، منتهى السمو في التعامل، لقيت فعلا جمهوريه جديده، دوله جديده. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما كنتش متوقع ان احنا هنطلع في العفو ده، احنا اتفاجئنا ان احنا خارجين فيه. تعلم المخبوزات جوه، هطلع ان شاء الله وهشتغل نفس اللي انا اتعلمته جوه وشغل اللي انا اتعلمته. لحظات من الفرحة عاشها المفرج عنهم بعد أن فتحت أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل لخروجهم إلى المجتمع ليجدوا في استقبالهم أسرهم وذويهم الذين أشادوا بقرارات العفو الرئاسي التي تعد فرصة جديدة للمفرج عنهم لبداية حياة جديدة. الحمد لله النهاردة خرج ابني يحتفل معنا بالعيد، والحمد لله بنشكر سيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوفه جنبنا وجنب أولادنا، وأنا بجد ما كنتش مصدقة إن هما ممكن يتصلوا بيا ويقولوا لي إن ابني خارج النهارده. والله إحساس النهارده ما يتوصفش بأي كلام، يعني لو قلت لك أي كلام مش هيعبر على إحساس الفرحة والجمال اللي إحنا حسيناه من ساعة التليفون ما جالنا إمبارح إن هو هيطلع يعايد معانا،
بصراحة إحساس ما ينفق يعني الكلام قليل على الوصف. مهما قلت الكلام مش هيوفي شكري وتقديري وعرفان السيد الرئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعطفه وحنانه. يأتي الإفراج عن هؤلاء النزلاء في إطار تفعيل وزارة الداخلية لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. التوسع بالإفراج بالعفو الرئاسي على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هي أحد الأبعاد الإنسانية في منظومة السياسة العقابية الحديثة، والتي تهدف في المقام الأول إلى إتاحة الفرصة للمفرج عنهم لبداية حياة جديدة مسلحين بما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 260 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 154 طن مواد غذائية وغير غذائية. وأما في مجال حجب السلع الاستراتيجية فقد تم ضبط أكثر من 16 طن سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 36 طنا، وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 90 طن أسمنت، وبمجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 12 طن دقيق مدعم، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 287 قضية من بينها 93 قضية خبز ناقص الوزن و101 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بفرض عقوبات على ما وصفها بالدول غير الصديقة. ويحظر المرسوم الرئاسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الخاضعة للعقوبات الروسية، وكذلك تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا. وبموجب المرسوم سوف يتم تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الروسية في غضون 10 أيام. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إنه يجب على الغرب أن يكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأوضح الكرملين في بيان له أن الرئيس بوتين قال إن الغرب يمكن أن يساعد عبر ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييف، وكذلك من خلال وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن كييف ينقصها الاستعداد للعمل بجدية في محادثات السلام، فيما أعلن قصر الإليزي أن الاتصال بين الرئيسين استمر لمدة ساعتين، موضحا أن ماكرون دعا بوتين للسماح باستمرار عمليات الإجلاء في أزوفستال في ماريوبول. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أوكرانيا سوف تنتصر على روسيا وسوف تعود من جديد دولة حرة. وفي كلمة للبرلمان الأوكراني أكد جونسون أن بلاده ستزود أوكرانيا بمساعدة عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني تشمل رادارات وطائرات مسيرة. أرسلنا صواريخ مضادة للدبابات وأصبحت الآن معروفة، وفي كييف وفي كل مكان كثفنا تلك الجهود والعمل مع عشرات الدول لنساعد في تنسيق خط تزويد واسع وكبير لأوكرانيا، وأرسلنا أسلحة ومدرعات، وفي الأسابيع القادمة في بريطانيا سنقدم صواريخ مضادة للسفن ونظم صاروخية مختلفة، وسنساعد من في إخلاء المناطق التي تتعرض للهجوم من المواطنين. على جانب آخر، قالت الحكومة البريطانية إن لندن سوف تتبرع ب 13 عربة مدرعة للمساعدة في إجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة بشرق أوكرانيا. وأوضحت وزيرة الخارجية ليستراس أن المركبات المدرعة ستساعد في حماية الأوكرانيين المدنيين الذين يحاولون الفرار من الوضع الميداني، ودعم المسؤولين الأوكرانيين الذين يطلعون بعمل مهم للغاية، خاصة في نقلهم إلى مواقع قيادة مؤقتة.
استبعد المستشار الألماني أولاف شولز أن تهاجم روسيا دولا أخرى، مضيفا إلى أن ألمانيا سوف تدعم فنلندا والسويد إذا ما قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي ناتو. وأضافت شولز أنه إذا قررت هاتان الدولتان الانضمام إلى الناتو فيمكنهما الاعتماد على الدعم الألماني، وجاء ذلك بعد استضافة قيادات سويدية وفنلندية في اجتماع وزاري استمر يومين. دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ حلول عاجلة وهيكلية حيال ارتفاع تكاليف الطاقة. وقال دراغي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قال إن تكلفة الطاقة سوف تكون محور الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي، مضيفا أنه يتعين على التكتل الأوروبي تبني مخططات التعافي من جائحة كوفيد-19 وتبعات الأزمة الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة. وبسبب عمليتها العسكرية على أوكرانيا ينتظر روسيا حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية هذا الأسبوع. من جانبه أعلن مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية سوف تتضمن إقصاء مصارف روسية أخرى من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية. يسرع الغرب الخطى في فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب عملياتها العسكرية على أوكرانيا، وذلك بالتوازي مع أرتال المساعدات العسكرية التي تصل كييف. حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية تتضمن إقصاء مصارف روسية أخرى من نظام سويفت. ورجحت مصادر دبلوماسية أوروبية أن سبير بنك، أكبر مصرف في روسيا، سيتم إقصاؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة. العقوبات الأوروبية استهدفت حتى الآن إقصاء مصرف في تي بي، ثاني أكبر بنك في روسيا، بالإضافة إلى 6 مصارف أخرى تحظى بدعم حكومي. من جانبه أوضح مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه يتم العمل على إعداد اقتراحات أخرى تتيح الحد من واردات الطاقة من روسيا. الحزمة السادسة من العقوبات سبقتها تحذيرات من المفوضية الأوروبية بعد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول 27 في بروكسل من أن الاتحاد الأوروبي لن يدفع ثمن مشترياته من الغاز من روسيا بالروبل. وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون إن طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو تعديل أحادي الجانب للعقود لن يتم الاستجابة له، ملوحة باستعداد أوروبا لتوقف الإمدادات الروسية، وهو أمر يسبب أيضا تراجعا في متحصلات الاقتصاد الروسي. اتهمت موسكو واشنطن بالمشاركة في تطوير الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها حددت دائرة الأشخاص المشاركين في تطوير تلك الأسلحة، من بينهم أشخاص من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وشركات أمريكية خاصة. أنها أيضا كشفت عن رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستركين أن اللجنة وجدت أنه منذ عام 2005 قد بلغ تمويل الولايات المتحدة الأمريكية للبرامج البيولوجية في أوكرانيا أكثر من 224 مليون دولار. كما أشار إلى أن واشنطن قامت في إطار هذا المشروع بتحديث وإعادة تجهيز حوالي 30 مؤسسة علمية تابعة لوزارتي الصحة والزراعة الأوكرانية، بالإضافة إلى العديد من المرافق الصحية والوبائية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية. في المقابل، أعلن البنتاغون استمرار القصف الروسي لمدينة ماريوبول الأوكرانية عن طريق الجو. وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن هناك إشارات على بعض التحركات الروسية بعيدا عن مدينة ماريوبول باتجاه الشمال في محاولة لتطويق القوات الأوكرانية في إقليم دونباس شرقي البلاد. من جهته، أكد المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الأطفال جراء الهجمات الروسية منذ بدء العملية العسكرية إلى أكثر من 626 طفلا قتيلا ومصابا. أعلنت الأمم المتحدة نجاحها في إجلاء 127 مدنيا من بينهم نساء وأطفال من مصنع الصلب أزوفستال في مدينة ماريوبول إلى مدينة زابوروجيا. وأوضحت الأمم المتحدة أن عملية الإجلاء تمت بتنسيق من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطراف النزاع. في الوقت نفسه، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من احتمال وجود المزيد من المدنيين المحاصرين، مشيرة إلى استعدادها للعودة إلى أزوفستال لإجلاء العالقين والقيام بنفس الشيء في جميع المناطق الأخرى التي تشهد تصاعدا في الأحداث الجارية بجميع أنحاء أوكرانيا.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لا يريد التوصل لاتفاق سلام مع روسيا. وأضاف ميدفيديف أن الاتفاق يعني نهاية سياسة الرئيس الأوكراني، وهو ما يدفعه لإطالة أمد الأزمة إلى أبعد فترة ممكنة، وذلك بطلبه المزيد من الأموال والأسلحة من الغرب على حد قوله. قال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو. وأبدى البابا فرانسيس في تصريحات صحفية رغبته في زيارة موسكو ولقاء بوتين بهدف محاولة وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، غير أن بابا الفاتيكان لم يتلقى ردا حتى الآن. خصصت الحكومة اليونانية ما يقرب من 4.34 مليار يورو أو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك للتدابير التي تهدف إلى دعم الأسر والشركات لمواجهة أزمة الطاقة والضغوط التضخمية المتزايدة هذا العام، وذلك وفقا لبرنامج الاستقرار المقدم إلى المفوضية الأوروبية. وقال وزير المالية اليوناني إن مساهمة الحكومة سوف تكون أكثر سخاء، مشيرا إلى أن التنفيذ الجاي لميزانية الدولة قد خلق غرفة مالية سوف يتم استغلالها وبموجب السيناريو الأساسي المتضمن في برنامج الاستقرار سينمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 3.1% هذا العام. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن بلاده لن تتمكن من استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة، وأوضح هابيك أن اقتصاد بلاده يتعرض لضغوط شديدة، مشيرا إلى أن على المواطنين الألمان التعامل مع الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة. ويرجع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة حزمة العقوبات الاقتصادية المصاحبة للأزمة الأوكرانية التي وصلت إلى حد تجميد أصول روسية لبنوك وممتلكات في عدة بلاد غربية، وهو الأمر الذي ردت عليه موسكو بضرورة دفع مستحقات الغاز الروسي بالروبل منذ شهر إبريل الماضي. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع في أزمة تكاليف المعيشة الحالية، وقال إن عليها أن تظل حكيمة في إنفاقها لتجنب تأجيج دوامة التضخم. وأكد رئيس الوزراء البريطاني في لقاء تلفزيوني أن الحكومة لا تستطيع على الفور تقديم دعم كاف لتعويض ارتفاع التكاليف، ولكنه قال إنها تعكف على التعامل مع الأسعار على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. آلاف من هونغ كونغ تقدموا بطلبات، سنكون في غاية الكرم كما يتوقع الشعب. وفي اليمن قتل جندي وأصيب آخر جراء قصف مدفعي لقوات الحوثي استهدف موقعا عسكريا للجيش اليمني في محافظة الجوف شمالي شرقي البلاد. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قواته أسقطت طائرة مسيرة تابعة لقوات الحوثي أثناء تحليقها باتجاه المواقع العسكرية في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. شركة موديرنا تطرح جرعة معززة جديدة من لقاح كورونا ضد أوميكرون بحلول الخريف.
أعلنت شركة موديرنا أنها سوف تطرح الجرعة المعززة من لقاح كورونا ضد متحور أوميكرون هذا الخريف، حيث ارتفعت حالات كورونا الأمريكية بنسبة 51% خلال الأسبوعين الماضيين مع أكثر من 56 ألف حالة يومية. وقال بول بيرتون كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا إن اللقاح الأكثر تفوقا سيكون متاحا، حيث تعمل جميع اللقاحات حاليا على سلالة ووهان بسبب مخاوف من ظهور نوع آخر قريبا. وأضاف بيرتون أنه يتم الآن طرح الجرعات الرابعة على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما في الولايات المتحدة. أعلن معهد روبرت جوخ للأمراض المعدية بألمانيا تسجيل 113,522 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 240 وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية. وأفاد المعهد بأن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد 19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى نحو 25 مليون، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 135,701 وفاة. أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أكثر من 51 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 17 مليونا و346 ألف إصابة. وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الفترة نفسها 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 23,007 حالات. وجدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا كان قد انخفض في كوريا الجنوبية إلى أقل من 40 ألف حالة في اليوم، وهو ما يمثل تراجعا كبيرا عن مطلع إبريل الماضي. أعلنت وزارة الصحة الأسترالية تسجيل 37,731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية، وارتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 6,029,879 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أستراليا إلى 7,310 وفيات بعد تسجيل 40 وفاة جديدة. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع في أزمة تكاليف المعيشة الحالية، وقال إن عليها أن تظل حكيمة في إنفاقها لتجنب تأجيج دوامة التضخم. وأكد رئيس الوزراء البريطاني في لقاء تلفزيوني أن الحكومة لا تستطيع على الفور تقديم دعم كاف لتعويض ارتفاع التكاليف، لكنه قال إنها تعكف على التعامل مع الأسعار على المدى المتوسط والطويل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين أستاذ العلاقات الدولية الدكتور عبد المسيح الشامي. دكتور عبد المسيح، يعني كيف قرأت تصريح وزير الاقتصاد الألماني أن ألمانيا لن تتمكن من استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة، وأن الاقتصاد الألماني يتعرض لضغوط شديدة، وأيضا مناشدته للمواطنين الألمان التعامل مع الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة؟ ألو، تفضل. تمام، تحياتي لك والسادة المشاهدين. سمعت بجيد. نعم. طبعا لا شك أن أزمة الطاقة انعكست بشكل كبير جدا على كل مناحي الحياة. يعني الطاقة طبعا تدخل في كل تفاصيل الصناعة والتجارة، وبالتالي أي ارتفاع في الطاقة سوف يؤدي إلى ارتفاع في كل المواد الأخرى، إضافة إلى أن هناك أيضا مشاكل فيما يتعلق بموضوع المواد الأولية. فالأزمة الأوكرانية لا تقتصر يعني ارتداداتها فقط على الطاقة، بل على المواد الأولية، على المواد الخام، على المواد الغذائية كالطحين كالزيت وكثير من الأمور الأخرى، وحتى يعني صناعة السيارات على سبيل المثال متوقفة في ألمانيا وفي أغلب دول العالم نتيجة أيضا انقطاع المواد الأساسية لتصنيع الشرائح الإلكترونية. وبالتالي طبعا هذه الأزمة أزمة كبيرة، ولا شك أن اليوم هذا التصعيد يعني المتكرر والمتزايد كل يوم
وهذه التهديدات أيضا بالقطع التام للطاقة التي تأتي من روسيا، أعتقد أن هذا الأمر يوتر الأسواق بشكل كبير جدا ويؤدي إلى أزمات إضافية. وطبعا حاولت الحكومة الألمانية على سبيل المثال ضخ العديد يعني الكبير العدد الكبير من المليارات في الاقتصاد الألماني لتفادي هذه الأزمة، ويعني قامت بإجراءات أيضا وقائية كثيرة، ولكن المشكلة أن الضغوطات تزداد وتزداد معها المشاكل والتراكمات، وبالتالي سوف يصعب على الحكومة الألمانية تغطية كل هذه النفقات ويعني معالجة كل هذه الأزمات وهذا التضخم في الأسعار وهذا الشح أيضا في المواد الأولية بشكل تام، وهذا لا يعني لا يقتصر على ألمانيا، ربما كل أوروبا كما تفضلت أيضا بالفعل يعني ألمانيا وبريطانيا وكل دول أخرى فعلا. نعم يعني ألمانيا أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا الأزمة تطول بريطانيا. أزمة التضخم العالمية ألقت بظلالها على العديد من دول العالم، بريطانيا بالتحديد. كانت تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون، كيف ترى تصريحه حول عدم قدرة حكومته على مساعدة جميع المواطنين في أزمة الطاقة وأيضا التضخم الذي تشهده بريطانيا في الفترة الحالية؟ طبعا بريطانيا تعاني أزمات اقتصادية شأنها شأن كثير من دول العالم، ولكن بريطانيا ربما تعاني من أزمات يعني كبيرة منذ قبل نشوب الحرب الأوكرانية، ولكن جاءت الحرب الأوكرانية وكما قلنا يعني الحرب انعكست على كل مناحي الحياة وعلى الاقتصاد بشكل كبير، وربما أكثر ما أثرت في الاقتصاد العالمي. وبريطانيا طبعا من الدول التي تأثرت فيه بشكل كبير، إضافة إلى أن الحرب في أوكرانيا تكلف الكثير، يعني لم يقتصر الأثر السلبي على هذه الحرب على الأزمة الاقتصادية وبل يعني شح الطاقة وشح المواد، بل أن هذه الدول تدفع أيضا عشرات لا بل مئات المليارات لتغطية هذه الحرب وللمشاركة بهذا الحرب من خلال إرسال مساعدات مالية وإرسال سلاح وإلى ما هنالك، وهذا أيضا يعني يرخي بظلاله ويحمل الحكومات مصاريف كبيرة وتكاليف كبيرة، يصعب عليها الموازنة بين الاستحقاقات الداخلية وأيضا الاستحقاقات الخارجية، وبالتالي هي أزمة حقيقية فعلا، وإذا استمرت ربما يكون هنالك عجز حقيقي عن تأمين يعني تنامي واتساع وحجم المشكلة بشكل يعني متواتر في هذه نعم. الدول. نعم، حول استمرارية هذه الأزمة، يعني دكتور عبد المسيح، هل أزمة الطاقة أو هذه الأزمة برمتها باعتقادك حينما تتحدث عنها بريطانيا، هل ستستمر على المدى المتوسط أم التصريح يعني أنها مستمرة لفترة طويلة؟ أعتقد أن هذه التصريحات تؤشر تعطي يعني مؤشرات بأن هذه الأزمة ربما تكون طويلة، إضافة إلى أن يعني قراءة المعطيات في على الأرض المعركة في أوكرانيا وهي السبب المباشر لهذه الأزمة، أعتقد أنها تؤشر أيضا إلى أن المعركة ربما تطول ولا أحد يعرف ولكن متى تنتهي، ولكن لا أعتقد أن الأمور ربما تكون يعني قصيرة أو يعني على المدى القصير يمكن أن تنتهي. أعتقد أن كل المعطيات إن كان الميدانية والعسكرية والسياسية تؤشر إلى أن هذه الأزمة ربما تطول، يعني إذا لم يكن لأسابيع فلأشهر أكثر من التي ربما تتوقعها جميع شعوب الأرض. اليوم يعني روسيا بتطالب الدول الأوروبية بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، ترى هناك إمكانية لتحقيق ذلك؟ لا أعتقد، يعني لا أعتقد أن الغرب من خلال يعني ما نراه ونشاهده ونسمعه، يعني أمريكا تضغط بشكل كبير، تمول، هي رصدت مليارات عشرات المليارات 30 مليار في الآونة الأخيرة لهذه الحرب. بريطانيا تضغط بكل ثقلها أيضا لاستمرار هذه الحرب، هي بالأساس حرب أمريكية بريطانية روسية، هو صراع على السلطة.
ولذلك أعتقد أن يعني الجميع حتى الآن للأسف يصر على يعني التمسك بسياسة التصعيد وسياسة الصراع وسياسة الحرب. هو يعني هي بالأساس حرب عالمية بشكل أو بآخر. هنالك عالم جديد يتشكل، هنالك قوى، موازين قوة تتغير، وبالتالي من الصعب جدا وقف هذا الأمر بشكل مفاجئ ويعني العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 28 أو 24/2. أعتقد أن هذا الأمر لم يعد ممكن. للأسف ربما يعني يمكن القول أن هذا النفق لابد من السير به حتى نهايته ونهايته، وهذه المسيرة ليست بقصيرة وتكاليفها سوف تكون كبيرة جدا على الجميع، وليس فقط على الدول المتناحرة بل حتى على العالم ككل. نعم، يعني كان هناك مناشدة من قبل ألمانيا للمواطنين للتعامل مع الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة. ما الذي يمكن على المواطن أن يفعله سواء كان في ألمانيا أو في أي دولة أوروبية أمام هذه الأزمة التي ليست بيده حلولها؟ يعني كما تفضلت فعلا هي ليست بيديه، وهو لا يملك الكثير من الأشياء التي أو الحلول لهذه الأزمة. هي أزمة فعلا خارجة عن إرادة الشعب. الشعب الألماني كما هو حال الشعب الأوروبي وجد نفسه فجأة وجها لوجه أو وقع بحفرة يعني بشكل مفاجئ ولا يستطيع الخروج منها. هذه الأزمة طبعا لا يستطيع المواطن العادي ربما يعني سوى تقبل ما يجري، وهذه ربما فحوى الرسالة. يعني بالأمس سمعنا من وزيرة الداخلية أيضا تقول أنه يجب على الشعب الألماني أن يتوقع أن هنالك انقطاع متكرر ودائم وكبير أيضا وطويل في الكهرباء، أن يكون هنالك يعني غياب لبعض المواد الغذائية، أو أن يعني يكون هنالك حتى متاجر تغلق أبوابها بشكل دائم. يعني هنالك أزمة حقيقية. المواطن طبعا لا يستطيع، لا يملك أي قوة لكي يغير هذا الأمر. الموضوع مرتبط بقضايا كبرى، قضايا تتعلق بسياسة الدولة، وقضايا مرتبطة بجهات خارجية كموضوع الطاقة وغيره وهو الموضوع الأساسي. وبالتالي أعتقد أن المواطن للأسف الشديد سوف يجد نفسه متورط في أزمة لم يكن يحسب حسابها قبل الآن، جاءت بشكل مفاجئ، وهذه أيضا زادت من خطورة هذه الأزمة ومن تأثيرها إن كان على الصعيد المادي وحتى على الصعيد يعني النفسي وأيضا والاجتماعي كان لها تأثير كبير. لذلك أعتقد أن المواطن الألماني والأوروبي وحتى في كل دول العالم لا أعتقد أنه لديه كثير من الحلول والبدائل لحل هذه الأزمة. نعم، أستاذ العلاقات الدولية دكتور عبد المسيح كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وبعد أن رفع أذان المغرب بالقاهرة نعود ونتابع معكم أخبار السادسة، حيث دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التصويت في الانتخابات التشريعية في الخريف بما يضمن الدفاع عن الحق الأساسي بالإجهاض. وقال بايدن إنه إذا ألغت المحكمة العليا للولايات المتحدة السوابق القضائية التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة منذ السبعينيات فسيصبح الأمر متروكا للمسؤولين المنتخبين على جميع المستويات لحماية حقوق المرأة، مشيرا إلى أن صدور قرار للمحكمة العليا بإلغاء الحق بالإجهاض سيمس مجموعة كاملة من الحقوق. أعلن رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس أن المسودة المسربة للإعلام لموقف الهيئة من الحق في الإجهاض صحيحة، ولكنها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية. وقال روبرتس إنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره. Yes.
Okay, good morning. And I'm joined by many of my colleagues from the Democratic Caucus, who you'll hear from many of them in a minute. Well, this is a dark and disturbing day for America. Last night, a report came out that a conservative majority on the United States Supreme Court is ready to overturn Roe v. Wade. تجتاح موجة حر قاسية ومبكرة أجزاء من الهند مع نقص حاد في الطاقة يؤثر على الملايين مع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية، ويسلط الوضع الضوء على حاجة الهند الملحة لتنويع مصادر طاقتها، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء فيها أكثر من أي مكان آخر في العالم خلال 20 عام القادمة. تحت لهيب شمس حارقة تحول الربيع البارد فجأة إلى حرارة لا هوادة فيها في الهند، مع تسجيل البلاد درجات حرارة هي الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل 122 عاما. وتجتاح موجة حر قاسية الهند تتزامن مع نقص حاد في الطاقة بأجزاء من الهند، وهو ما يؤثر على الملايين مع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء في الهند أكثر من أي مكان آخر في العالم خلال 20 عاما القادمة مع تطور الدولة المكتظة بالسكان. ويحذر الخبراء من أن انقطاع التيار الكهربائي الحالي بالهند يضر بالاقتصاد الذي كان يتعافى بعد الإغلاق الوبائي، ويمكن أن يعطل الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس. كما تهدد موجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بتراجع محصول الهند من القمح عن العام المالي الجاري، بعدما حققت الهند ثاني أكبر دولة منتجة للقمح على مستوى العالم محاصيل قياسية على مدار السنوات الخمس الماضية. وفي مارس الماضي ارتفعت الحرارة في نيودلهي العاصمة إلى 40.1 درجة مئوية، هي الأعلى لذلك الشهر منذ 1946. وتسببت موجات الحر في وفاة أكثر من 6500 شخص في الهند منذ 2010، وهو ما يرجعه العلماء إلى تغير المناخ. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 36 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك خلال الفترة من 4 مايو الجاري وحتى 11 من الشهر ذاته. وأوضحت الوزارة أن القوافل الطبية التي تأتي ضمن مبادرة الرئاسة حياة كريمة يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا. وأشارت الصحة إلى أن القوافل تضم كل التخصصات بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها الأدوية كافة، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية استقبال الجمهور والزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك، ويفتح المتحف أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء وسط اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية. 50,000 قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، يضمها المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تجهز في أبهى صوره لاستقبال ضيوفه وزائريه خلال أيام العيد. المتحف القومي للحضارة المصرية هو من أهم المتاحف اللي بتتكلم عن الحضارة في الشرق الأوسط. إحنا بنبرز فكرة الحضارة من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث والتراث. بنأكد كمان على بعض الموضوعات اللي بتهم الحضارة، ازاي المصري القديم بنى حضارته، ازاي كان بيعيش فين، كان بياكل ازاي، ايه اهم الاكلات اللي كان بياكلها، زي مثلا احنا بنبرز الخبز اللي هو كان من اهم المؤن عند المصري القديم. المتحف القومي للحضارة يقع في مدينة الفسطاط بالقاهرة على مساحة تصل الى 33 فدانا، ويعرض انجازات الانسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوي على نماذج وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي، وهو ما كان حافزا للجمهور لزيارته خلال العيد باعتباره مقصدا سياحيا وأثريا مهما. قاعة النسيج بنعرض فيها النسيج المصري اللي تم نقل محتويات متحف النسيج حوالي أكثر من 650 قطعة، 400 قطعة تم نقلهم من متحف النسيج
و250 قطعة تم اختيارهم من مختلف المتاحف زي المتحف المصري في التحرير ومتحف المانيال والمتحف الإسلامي. أنا جاي النهاردة في العيد أخد معايا الأطفال، بحاول أن أنا أوريهم عظمة البلد وجمال المكان، وأنا بصراحة اتفاجئت من الوضع، وشيء مبشر وحاجة جميلة. ويستطيع الزائر أخذ فكرة متكاملة عن مقتنيات النسيج المصري عبر العصور، بدءا من عصور ما قبل التاريخ وصولا للعصر الحديث والمعاصر، وذلك من خلال متحف النسيج الذي تم افتتاحه مؤخرا، وهو ما يمثل انعكاسا لحجم الوعي لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية وحرصه على التعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارة المتاحف والمواقع الأثرية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام، ومن أخبار السياسة إلى أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية. نعم، ودينا شرف، أهلا بك دينا. أهلا بك سحر، وشكرا لك أميمة. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري عرضا معلوماتيا أشار إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات بمرونة لا مثيل لها، حيث نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020-2021، وذلك بنسبة 1.46%. وكما أظهرت بيانات المركز أن حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة شهد زيادة بنسبة بالمئة مسجلة 30% وبقيمة 2.4 مليار جنيه، وكذلك زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4%، بالإضافة إلى 9.3% زيادة في حجم الإنفاق على قطاع التعليم و 3.2% زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، و 22.8% زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة. أكد وزير البترول طارق الملا أن قطاع البترول قام بالعديد من الإجراءات لتطوير سياسات واستراتيجيات التوسع في الطاقات الخضراء بالتزامن مع استضافة مصر القمة العالمية للمناخ أواخر العام COP27. وأشار الوزير إلى نجاح قطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب في الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود لتشغيل المولدات والأفران بديلاً عن السولار في 10 شركات تابعة لها. كما أشار الوزير إلى الأهمية المتزايدة التي يكتسبها الغاز الطبيعي في ظل اختيار عدة دول حول العالم له كأفضل وقود أحفوري يتمتع بخصائص صديقة للبيئة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماماً بالغاً بتحفيز توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها محلياً والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي لها. وخلال لقاء عقدته مع وفد من إحدى الشركات العالمية لصناعة السيارات الكهربائية، أشارت الوزيرة إلى أن السوق المصرية تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً رئيسياً لتصنيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا. ومن جانبهم قال مسؤول الشركة أنه يجرى حالياً الانتهاء من مركز لوجستي للشركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 20,000 متر مربع. قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 8% أثناء التعاملات لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاماً الذي بلغته الشهر الماضي، وذلك بفعل توقعات بزيادة في الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال. وصعدت العقود الأمريكية للغاز تسليم يونيو بنسبة 8.1% لتصل إلى 8.380 دولار للمليون وحدة حرارية.
أظهرت أرقام من مكتب العمل في ألمانيا تراجع البطالة بالبلاد في إبريل، على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في إبطاء التعافي المستمر الذي يحدث بدعم من رفع الإجراءات المرتبطة بكائحة فيروس كورونا. وقال مكتب العمل الاتحادي إن عدد العاطلين عن العمل انخفض 13,000 بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.28 مليون، وظل معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية مستقراً عند 5%. ختام أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى صحر أميمة، إليكما. شكراً لك دينا. مشاهدينا الكرام، ومن أخبار الاقتصاد إلى عناوين السادسة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وزارة الداخلية تفرج عن 986 من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك. خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والفرنسي، بوتين يدعو الغرب إلى وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن حكومته لا يمكنها مساعدة الجميع بسبب التضخم. إذن السادسة انتهت. شكرا لكم وإلى اللقاء.